قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ليس أنت بحمد. لا مانا موجودة. مهنيك. السلام. الحب. هذا هو الحب. وليست الحب. بغيتي نجيلك الاخبار؟ لا خلي ماما تتفرج في المسلسل ديالها. بغيتي شنو رسمت؟ هبة نوضي نشري الحوايج. ماما انا دابا كنرسم. قلت لك نوضي نشري الحوايج. من ابرز المواضيع التي سنستعرضها في هذه النشرة ايضا. الملك السلام عليكم. عبدو؟ خرج جيب العيالات باش يدوزو اتاي. وانا ما يمكنش نجي مسخسخ من الخدمة. اشنو؟ انا صافي نمشي نجيب الخدمة. يلا. مرحبا بكم العيالات. Bye.
عبدو 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 شنو 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 هذا خويا وصفيا شفت بكره غير سطين غير خرج ليا العقل يا جميل الله يهديك واش حنا غنبقاو كل ليله قلق 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 واش وقع سير اش دار لك الدبه كيفاش اش دار لي دار لك انت وياه واش انت ما كتسمعوش انا داري ما لقيت راحتي لا بالليل ولا بالنهار اش بغيتي دابا نقجوا نخرجوا من هنا نخرجوا للزنقه بابا هذاك ومريض انا مالي شغلي واش انت ما كتفهمش كتحسش حتى ولات الدوايا اللي كيشرب ولات كتجيب لي غمه في قلبي تا بنتي اللي ولدتها من كرشي ولا شاركها معايا ولا ولا تصطيتي انت زعما واش انت غدير عقلك بعقل دريه صغيره وداك راه جده عرفني على القرينه اللي ضربك وضربه سمعتي نهار الاول خديتك بوحدك ماشي حتى امو بيك شوف لي حل يا انا يا هو في الدار زاد عليك الحال الوالد بشوية ما قلت ان شاء الله غادي غبط انا ويكلم دينا في الصباح بكري عند واحد طبيب تما معروف يهضروا عليه الناس مزيان ان شاء الله ما يكون الخير اخ الله يرضى عليك الله يرضى عليك حاولت بشوية ناس حاولت ناس شوية ولا الله يسبحك لخير ربا تنزليش لا ما تبكيش ولا متي راه ما يكون الخير ان شاء الله غادي غير نمشيو نشوفو الطبيب وغادي نرجعو الليله ان شاء الله
انت عزيز على بنتي الوالد، ما صبر على نهار تموت. يا ربي دير في تولي الخير يا ربي. سير 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 بس ديالي هو باجتي. كملي. باجتي كان باصو محارب كبير في لاندوشين. الفرنسيين كلهم كانوا كيعرفوا الشجاعة ديالو. مثلا هذا مش لازم المعركة. العدو كيهجم والطيارة تخير الصوت ديالها كيخلع. والقرطاس خيط من السماء. وهذا باجتي زي بلاصتو ما يخاف ما يديش. شغل بلاصي الطوموبيل ورجع. فين هو الكلينيك؟ راهو واخا وليدي فهم انسى الساك. شي كيتسنى حتى واحد ما عرف امتى تبدا المعركه. باجتي كان كيقول لي الخلع والسكاس هما اللي كيقتلوا كثر من القرطاس. العسكري الا ما كانش ثابت على باله اما يموت اما يحمق. باجتي كان معاد النوع، كانت نفسو حاره، جاب العز بلادو حتى من بلاد الغربه. نسيت ما قلت لكم سميت باجتي هي با حماد. باجتي يقدر يكون بحال جدك او جدو ولا جدو ولا جدو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضي عليك ولدي، ما بانتكش واحد اردوز دازت من هنا. اردوز كي دايره الوالد هاد الاردوز؟ زرقاء. قبيله بانت لي واحد الاردوز دايزه طايره من قدام الكلينيك. ما هذيك هي علاش تقلب الوالد؟ ياك لاباس الشريف؟ السكر. اشنو؟ السكر. اجي بنتي اجي اجي دوقي دوقي. بجي كان كيقول لي الوقيتة اللي كتحس فيها العالم كامل نساك هي الوقيتة اللي خاصك تبقى فيها ديما تالف. Thank you.
حاجة يا بنتي هاشي، أنا غادي نعطيك باش تري واحدة أخرى. ما عرفتش فين ودرت الفلوس. هاك يا بنتي. أرضي عليك. وأنت الشريف الله يرحميك الوالدين. اسمك الله. بشير. وأنا أبو أحمد. بنادم تبدل شي ما بقى كيعرف شي. الوقت تبدلات. الوقت ما تبدلاتش، بقى هي هي، غير الديكور اللي تبدل. الناس غير كتجري، كتفيق باش تخدم وتاكل. علاش كيجريو؟ علاش كيقلبو؟ الله اعلم. دار لي انت ماشي لهاد البلاد ياك. اوه وانت؟ انا اوه باينه. جابني ولدي هنا لعند الطبيب ومشى، ما عطوهش تلف ولا شوق عليه، الله اعلم. وعندو التليفون ديالك؟ انا ما عنديش تليفون. هو عندو التليفون؟ ايه، النمرة ديالو ها هي عندي. هاي استنى انا راجع لك. الو، السلام عليكم يا سيدي. واش انت هو ولد بو احمد؟ يا سي والد. الوالد الوالد مسكين راه في غيبوبه، راه مكرف شويه. ولا بقى فيك سيرتي عندك لداركم، واش دخلك انت لهاد الشوقه كاع؟ تفو على بشر. اندرا ولدك اورزون خارج تغطيه. على مع من كنتي كتهضر؟ لا درت النمره غلط. مش ممكن نطلب ليك ضيف الله؟ واكل بعدا ولا مازال؟ لا مازال. ناكلو بعدا ويحل الله. فكرتي لي شي فلوس ما عرفت فين درتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبعني تبعني تبعني. كانت اشتخيت من السماء، والسماء كلها برقوريد. العدو كيهجم وبيج دم خبي وسط طرشين. هز راسو هي تبلي بنت صغيرة كتبكي. القرطاس ضاع عليها من كل جهة. وبيج دي بلا ما يفكر نقز. قال ليه صوجان ديالو فين غادي؟ جاوبو غادي نعتقها. قال ليه انت احمق؟ قال ليه بيج دي لا، انا بو احمد مغربي حر. ومشى بجي اعتقها بلا ما يخاف لا من العدو لا من الموت. انا كل شيء على حساب المحل. الله يخليك عليكم سيدي. المرأة ماتت هذه 4 سنين، عندي 3 الولاد وبنت. الولاد ما في حالهمش، البنت زوينة ومسك عليها الله، وهي عند من كنت جالس. عنده واحد الرجل قبيح ما كيحشم ما كيراح، اسمه جعفر والعقل الله يجي. المشكل اللي عندي هي البنت عاقرة ما كتولدش، خفت عليها. واحد النهار سيدي درت في عقلي غادي ندوي انا وياه في السياسة. واش تيخشى؟ عرفتك جيتي تعاوني. شكون عاوني؟ شد ما تحشمش، عرفتك بغيتي تعاوني. الغالية شوفي الله يرحم باك، فرقي بيني وبين باك. مالي حنا دار ليك؟
شنو دار ليا عاوتاني؟ راه ما خلى بيا حتى زنق في الشرق الاوسط. ودي حلا مسطي راه كيضحك معاك. شكون بحالك منسك؟ شكون كاش منس معايا؟ راه مرضني. عرفتي شنو؟ راه ما كيسكتش من الهضره. عرفتي اش غديري؟ يمشي عند ولادو. جعفر راك عارفو ما كيرتاحش مع ولادو، عز عليه غير تيضحك معاك ويتونس معاك. شنو راه ما خلاش نجلس في الدار؟ ما بقيت نقدر نرتاح. هاكي انا ولا هو في الدار. جعفر ما جعفر جعفر هادشي كاع اللي وقع علينا ومازال كضحك. با احمد واش ناوي الفقير نموتو بالفقصه؟ والمهم المهم شوفنا فين نباتو هاد الليله والله يجزيك بخير. مولاها ربي تبع تبعكو عندي فيك الثقه الحمد لله. باشك زاد عليه الحال باش تدورنا في كلينيك. سير انسي بلاستيك. هنا فين غنباتو؟ هاي 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 غادي ندير مين؟ كنقلبو فين نباتو؟ البيوت عامرين. إلا بغيت تباتو هنا لتحت 10 دراهم الواحد. الواحد؟ الواحد. عطيها السي البشير. هاكا سيدي أجينا. البصرية كربون على بنية راه 10 دراهم ديال الفراش. شحال؟ 10 دراهم نتوما بيا. هاكا سيدي الفراش على بنية. اي جي احمد يا امك راهمنا شويه. راهي امك يا امك يا سيد بشير. ايه الفلوس اللي كنت كنقلب عليهم ها هما لقيتهم. صباح على خير يا جابي. يا لي القلب اللي هي
بغيت نحس الله يرحم وليدي سي البشير سي البشير سي البشير فقرة نهار طلع فيك خير تزيد نتشاركوا الطعام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دير معايا واحد السيد مرحبا بي يا سيدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ريحة شفنج شدتني من الكفة ديالك هذاك الشيء اللي جيت عندك اسيدي مرحبا بك زيد نتشاركوا الطعام بسم الله بسم الله بسم الله اي يا وليدي لا سمحت لا باس الحمد لله هذيك العشبه اللي عطيتيني البارح بردات عليا الكحبه اصبحت لا باس اليوم الله يرضي عليك راه زيزون ما كيتكلم ما كيسمع من شحال هذا هو مسكين بيناتنا وحتى حد ما كيعرف اصلا من فصلو من الصباح كتلقاه تيجري ويعجن ويخبز ويطيب باش يوجد الحلويات للدراري الصغار راه خصك تذوق وسمى الله وجيمر جيمر داري يا ولد الناس عالم الله اشلاحه هنا مسكين شكون عرف المهم هو مكمش معنا مسكين بسم الله لا اسمح لي انا مريض في السكر لا يشرب راه كل شيء مسس بسم الله
سيدي الله يرحم بها الوالدين على هذا الفطور. سيدي بالصحة والراحة. كتبان ليا واش نتوما برانيين في البلاد؟ أييه. إوا سيدي مرحبا بكم. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. قول لي يا سيدي، واش يمكن نخليو عندك السكان ديالنا؟ السكان؟ ايه مرحبا مرحبا سي البشير. ويلا نمشيو حتى حنا ندبروا على راسنا قبل ما نخرجوا. نمشيو بعدا نبدلوا حويجاتنا ونتوكلوا على الله. يا سيدي الله يخلف. سيدي بالصحه والراحه. زدنا عليكم والو بالصحه والراحه. الله يخلف. بالصحه والراحه سيدي. لا لا بس هذيك العشبه اللي عطاني مجيمر وافقتني حتى من الكحبه لقسات. مزيان. اش غادي ندير هذا الصباح؟ تقلب على خدمه. لا لا اش حنا قادين على الخدمه؟ يا ندير بيعه وشريا. علاش؟ ديتاي. وبشحال غيتقام هاد الديتاي؟ 4000 ريال. بلاتي بلاتي هانت بسم الله الله وعندك نضيعوا في هاد 4000 ريال. ما تخافش خوك حريفي استناني هنا. السلام عليكم. حضر معايا الباكيات ديال الكارو ديال الديتاي. رحمات هانت هاد الباكيه هادي القرو درهم وهادي كيتباع القرو درهم ونص. غتبت معايا. فهمت فهمت فهمت. نتلاقاو في الساحه جمع الفنا ان شاء الله. والله المعين. اللهم امين. قرو 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 غادي نحلو ونقتاحو بيه. شريبة من وخا يلا. Yeah.
جبيه كاشه فيا البرد. صافي انت نعستي. حيد الكوره. ما جات كتبولي شرحه لداك المرا عاوتاني. وجدت كاشه اخرى؟ لا سرت تفرج. خليني نشرب وليدي انا مريض وفي السكر. السبيطار تا كنت حشومه صح الراجل راك دباك خليه يشرب. انت دخل سوق راسك دخل سوق راسك عاوني منك. تا كنت حشومه صاحبي تا كنت حشومه وانت اللي سير يا الله نوض سيدي نوض يلا نمشيو لشي قهوه ونشربو نوض. هدوهم من واخا والله لا بقات فيك بالله. اجا واخا توقع فيا اجنب انا مهند بالله اولا لساعة هاي الفل. شفتيك وجاني في ايام ملي كنت صحيح في ايام الحرب وفي ايام لندوشين على هذيك اللوحه اللي لحني يا تنشدو هو وسته بحالي ونديرهم في قطيب ونشويهم. تبارك الله على عيرود بحمد مع الظهر نتلاقاو في الجامع ان شاء الله. ان شاء الله. قارو 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 شري فين غادي انت رزق الله هادو ما تيشروش الطوطي هنا يلاه تحرك تسير عايش معاه بالكريدي هادو تنساها اخرى الله زيد علاش كل شيء ولا فيه الشيكي واش انا خويا فيه الجدام علاش ملي كيشوفوا الضعيف كيقلوا منه ياك حنا كنا ولاد تسع شهور شري شي قارو اخويا واني راك نمره فين قلب على شي خدمه قتلت هنا في الطلبه قلب على شي خدمه. قارو 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 ديال هاد الفندق. انت مالك؟ مالي؟ جابك فوكادو. ها؟ والله يا امك يا امي. بس بارك عليه اللي فيك فيه سير ولدي الله يرضي عليك. الله يهني الله يهنيك هذاك الحكاك.
وتصور ابو احمد لقيت الخير في حلايقي. قلت لي واش انت ترضى من اللي باك يكبر ويشرف وما بقى فيه ما يدار يجي واحد يتكرفص عليه؟ قال لي نمشي معك. كنتي تحضر ابو احمد، كنتي تحضر وتشوف بعينيك. السيد بشير انا ما نقدرش نشوف نضربه قدامي يعني. انا محمد ريحة الشوا كاينة هنا. هنا هذا واحد الرزيق جابو الله. بسم الله. هذا الشوا عرفتي شحال بيني وبينه؟ قول بسم الله. بسم الله يلا. انا اللي كيك حب بلادي نشوف بلادي. اصبر واحد دقيقه. شوية شوية مشي تعشى معنا، تاكل تاكل معنا، تعشى نوض نوض يلا معنا حيد داكشي نوض. زيد زيد زيد. بسم الله. راك حتى عمك بشير انا سحبك حتى اللي قلت حب. كول 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 ما تحشمش روح مالك. شيك مال الطعام؟ الو مسامح كريم نوض يلا 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 نوض نوض يلا يلا يلا. زيد أوليدي زيد. يا مرحبا مرحبا أوليدي زيد. قول بسم الله. خذ خذ من عندك الخريطة، خذ من عندك خذ. متقلقش أوليدي، زيد شارك معنا الطعام. داكشي اللي وقع وقع، راه الشيطان الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. الشيطان والحرام. وكل وكل ولدي كل كل تنتا كل تنتا. طحت عليا واحد الفكرة. شنو هي؟ بقولها بحق. عندك تبلزها ولا شي حاجة؟ علاش ما نبداوش نديرو ديما نتفرضو في الكاميرا؟ أي فكرة مزيانة اش دار لك السيد؟ حاجة جديدة بيا. اللي درتو انا معكم الحمد لله. شوف تاتا ها ها ولدي ها غادي نديرو قميله فين نبداو ناكلو. كل واحد يعطي جطو فهمني. شوف
ما بيتش هنايا؟ شحال سخونة؟ قرصة هادي يا بنيتي، نوضي يلا نديك عند الطبيب الحيد هاديك نوضي. زيدي. زيد السلام عليكم. زيد سيدي يا بسم الله برك الدريه تما بركه. جلسي يا بنتي جلسي. لا ماشي تما سيدي ماشي تما. تبعيني يا بنتي تبعيني. انت كنديرهم هنايا باش نزير الدراري. الله شحال الدريه تبارك الله في عمرها؟ تقريبا عندها واحد 6 سنين. 6 سنين تبارك الله. انت يا بنيتي ما تخافيش، هذا الشيء راه غيدوز بحال شرب الماء. حلي فمك. المعلم ماشي تما عافاك الجهه اللي من الفوخه ياك؟ هي ها هي بسم الله. ابتسام اويلي فين مشات هادي؟ ابتسام لا بنيتي لا. فين شفت هذه؟ ما تخلعيش، غادي تكون غير خارجة تلعب مع البنات في الزنقة. أبو أحمد شنو كدير بنت رقية هنا؟ خلاتها ما بيتها بوحدها، شدتها الدرسة وديتها في سبيل الله حيدتها ليها. أنت ما عرفتش أم زلاخة؟ ماشي فضيحة. نوضي بنيتي يلا عند امك. نوضي الله. ابتسام فين ديتوها؟ ما حشمتوش والله تندعيكم. ياك قلتها لك، قلت لك هذه راه زناخة. دعنا من احنا درنا شي حاجة. انا غادي ندي عندهم ندير لا سيرتيفيكا ونشوف شنو درتو ليها. وكوني تحشمي والسيد دار خير في سبيل الله. داليك بنتك ودا على الطبيب حيد لها الدرسه وتيسي راك تبان لينا بهاد الهضره هادي. انت مالقاش الدرسه معاه. سيري يلا دي بنتك. لا حول ولا قوه الا بالله. خمسه سته سبعه خمسه سته الله يرحمها. قارو هاد تاع قارو صافي. شنو هاد تاع قارو؟ مابقاش قارو. هذا شنو؟ وبعدو من هاد الويل والسما قدو. انت مالكش تفلسك وسكتني. اما بايع السير بحال هاد الخبر نعيط على البوليس. يلا درا ما زعلت على محدا اخر. هانتوما لي اورزون. اندرا خلصوني
شحال؟ 750 درهم. جافي على انا هانا باش تهلا لي في داك الحليق. هذيك راه جبالك باش ما باقيش تفيقوا في الصباح. هاني شد بركي 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 عجبك؟ مساء الخير عليكم، جيت باش نشترك معاكم الطعام. بسم الله. زيد هاد لي ثقيل زيد. وحده. ها شوية ديال الماء. شوية ريح. بسم الله. الله. قارو بس يدام دي سيجاريت يلا زيد معاك. شكون انت سيدي؟ البوليس. انا البوليس. العراني قلت باقي تسكت. قد با زيد بلا ما تكرفص عليك بالصحيح. زيد معاه. شكرا الله يجزاك بخير. يلا سيروا مع السيد. ماكم تحركوا مع الرجل باش ماكم تخزروا بعضياتكم. يلا زيد. زيد ادخلوا. هنا فين غادي تبداو تنعسوا؟ كاينين البلاكارات هنايا فين غادي تصطفوا حوايجكم. بحمد غادي تنعس هنا، البشير غادي تنعس ليه؟ لا سيدي انا غنعس هنا. بحال اسي البشير. شوف سيدي احنا نعسونا فين ما بغيتو، كاين مشكل. والكليمه فين هي؟ كليمه؟ ايه بغي يقول لك زعما الشراجم اللي كاينين مع البرد اللي كيدخل من هنا ومن هنا بحال عندنا كليمه. واخا ولا بابو؟ لا بابو؟ يكون ولا ما يكونش يا بابو؟ حنا تلمي لما كاين شيء وقت الصلاة غادي غنتيمو. أسيدي كل شيء كاين، كاين لابابو كاين الدوش كاين كل الخير. والتلفزيون بشير تبعوني. كولور تبعوني. خليني تخرج بخير. ويلي كان بشير مع الشيطان. وشوف الناس هما قادين باش معطى. السلام عليكم أسيدي. زيدوا دخلوا. هذه هي القاعة فين غادي تبداو ترتاحوا. والتلفزيون ما كنسمع الصوت ديال التلفزيون. ويه غير وكان كاينين شي ناس هنا اللي عندهم السمع شويه ناقص. اسمح لي انا كنسمع مزيان، باغي نسمع الصوت ديال التلفزيون. سيدي ما تقلنا غير على خاطرك. المهم هاد القاعه غتبداو تاكلوا فيها الفطور مع 8 الصباح، الغداء مع 12 ونص، العشاء مع 8 الليل. والكوتي؟ يا سيدي الكوتي كاين، ما تبقى لي غير على خاطرك مع الربعة العشية. حيت الكوتي عندي أنا مهم. يا سيدي قلت لك ما تبقى غير على خاطرك. يلا
زيدوا تبعوني. إلا بغيتو تصلي والجامع راه لهيك، حيت الماء مع الدوش كاين لهيك. دابا غادي تمشيو ترتاحوا مع راسكم، وأنا غادي نصيفط ليكم باش تبدلوا حوايجكم. الله يبارك فيك أسيدي. والله إلا هاد الجمعية لا زوينة، باقين كاينين المحسنين في الدنيا الحمد لله. لا كون سعفتيني يا با أحمد، نبداو نخرجوا بالنهار ونجيو نباتوا هنا بالليل. أحمد الله وشكره وتبت شوية سي البشير الله يهديك. ياك دابا اش غادي نديرو؟ أنا عيان، أنا بغيت غنعس. ياك واخا أنا غنمشي نتفرج شوية في التلفزيون، ولكن راه ما عقلتش منين دزنا. عاد تسير سير مهنة طول ودور على يدك اليسر. واخا ونتلاقاو إن شاء الله. السلام عليكم. أي محاولة للالتفاف على الالتفاف مستمسكا للمجلس لإصدار قرارات جديدة قد لا تخلو من إجراءات عقابية. أحنا مزوين الجزيرة. التخربيق هادي شوف اش شو التخربيق، انا ما كتعجبنيش الكره. ما كنبغيش هذا الشيء كله كاع كله كاع. شوف شنو غير تفرش تبع حدا كل باغي نشوف خويا الصباح سيدي راه باغي ندير فيك شرح يدي وي حد يدك شي خطر قدير. شوف واش انت باغي تفرش بوحدو؟ وانا نشوف القهوده طلق لهنا ما تفرج انت، لا هو كان القروده لا كره ما تصلي الظهر راه ودن. ها هي لما نجيب لك البوكسور الزف. بوكسور خشا يجي ربحتك. اما ربحتينيش انت، راه الزهر اللي ربحك. عطيني ديري الطرنت ديالي. كنت نعم معاك دو الفران ديالي؟ لا سير اي حاجه كانت ما يتحيد يا شقيقه والسلام. السلام عليكم، ياك ما نعاونك شي شويه في شي. ديكاج. نعم ديكاج. مالو مالو هذاك راه شويه ناقص عقل، دابا يفوتو الحال. هذاك هو الاستاذ عبد الحق ولد حي المحمدي، حياته بين الكتبه والقرايه. لا السبعه ونص ميشان كيمشي يفطر، ثمانيه كيرجع لقريته، مع العشره قد قد كيجمع ليه الخوت وكيبقى يعاود لهم ذاك الخريف ديال التاريخ، والخوت كيبقى بحال اللي مفهمهم فيه. كيمشي هو عزيز عليا، كيقول شي كلام مزيان بعض المرات، لكن بعض المرات كيبقى يخربق. واش الرجاله اللي دوزوا الحرب ديال الاندوشين بحال هذوك اللي غير قراو عليها وسمعوا عليها؟ وهذا هذا هو الحلوف. حلوف؟ واحد النهار تصبح هنايا ما عرفت منين جا، ما كنحملوش. فين ما نجي نعاود لهم على الحرب ديال الاندوشين كيوقفوا قدامي ما كيخلينيش نكمل. شي نهار اما بيا ولا بيا. وهذاك هذاك جابوا ولادو لاحوا هنايا وخلوه ما عمرهم بقاو زارو، ديما مقابل هذاك البوطو وتيبقى يقمقم شويه كيغرق في السكوت. اما هذا كان لاباس عليه بسبب الورث، خدوا ليه ولادو وسطوه وجاو لاحوا هنايا الله يستر. اما انت داك الحلوف حسابي معك هو الاخر. واش جبتي ويتي على دوزتي مريضه ليا مسكينه؟ انا تغطي ليا مع راسك باش تسخني وتنوضي.
عرفت يا خويا كيفاش دار حتى لقى المرا بحالك. ايوا شحال عندي من لوسه غير وحده. الضحكه يا فريده. اي 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 مالي لي يا اختي. ايوا الحمد لله اللي لقيتي مرا بحال هادي. ايه فروحه بحال با. الله يتوحش السي البشير. الغني والله يتوحش بالتبرزيت ديالو. صافي قلت لك سكت. صافي الحبيبه صافي. كل عيد كنشوف با ما تبكيش صافي. قارو شحال داكشي عقل اللي ما تكسبوش انت؟ مالي سير كنغزز في الحيط ولا كنتنفس على عباد الله؟ وهادشي اللي كدير فيه انت السي البشير راه كثار من تغزاز الحيوط. قارو واش عندكشي عقل ولا ما عندكش؟ كنترزق الله. ترزق الله؟ واش هادو بقى اليوم على القارو؟ هادو راه يبرموك حتى ويكميوك. وصافي صافي يا سيدي. غنشوف هذاك القارو عندك هنا. وترى نشوف القارو. اهو. اطلق ذاك القارو. عندك طاباجور؟ ايه. الودر كيكملها طابانوار. عندك الوقيت؟ لا. بريكه؟ لا، لا عندي. هاي هاي. نزيدك. هذو راه كيبغيو القارو شاعل من الديبار. نزيدك حاجة أخرى. هذو اللي بغيت تبيع لهم أنت القارو راه السانس ما يكسبوش. وغادي يصدعوك عا بالكريدي. عندك كارني ديال الكريدي؟ لا لا. سير بدل ساعه اخرى. لا قلت لك بدل ساعه اخرى وما تبقاش تعاود ليا. قارو كتسمع ولا ما كتسمعش؟ خلصني بالقارو اللي اختي ونمشي بحالي. قارو؟ ايه ها هو القارو. شتي ها القارو. بدل ساعه اخرى. بدل ساعه اخرى. وقالوا هاي ما سمع الوقفه انت وانت راك فيها في الارض. انت تقعد يلا. ازيد شويه. لا كاين ما يزيدك. زيد مع الطريق. هاد الماكلة هادي أسي البشير قلي باش معطى الله. لا واه أسيد. لا واه أسيد ماشي معقول هادشي. شنو هو اللي ماشي معقول أسي البشير؟ الماكلة. ماكلة؟ وداكشي اللي كيعطيونا المحسنين راه كنفرقوا عليكم. أسيدي الله يجازيكم بخير أنتم والمحسنين. اسمع أسي البشير إلا ما عجبك حال كيف دخلتي النهار الاول راه ممكن تخرج. لا 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 الله يسامح الله يسامح. تقول بسم الله. سي بشير هذا السيد هذا راه واعر خصنا نعطيو اتساع ونبعدو منه. هذاك خليه لي انا. هذاك شوف الله يرحم ديك الوالدي احنا مقابلين على صداع ما باغي نضرب عافاك. شو الناس مساكن داروا فيهم الرعب. دخلت عليكم والله الا ما خلينا نشربوا جبانيه الحريره في خاطرنا. انا جاي هنا باغي غير ناكل ونشرب والناس الله يخليك. كول كول. ما واكلش. Thank you.
اسمحوا الخدمة والتخص ما كاين مشكل كي داير لاباس بخير ما عندنا الحاج بخير لاباس عليك وإذا ضريفين الله يرضي ما تعرفش الوليدات هنا نتوما معاكم واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام مرحبا كيف مرحبا بك مرحبا الحاج طارك مرحبا بك بارك الله فيك شكرا 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 غادي نمشي نسلم الله يستر ياكم كتجي عندي ديما معايا قبيلتي حتى انا دوزت حد ديال المدوشي انت شفت صور هذا الكولونيل دانيال لا ما فيهاش انت دوزت حد المدوشي معلوم أنا غادي نكذب عليك حاشا حاشا يا الله هادو أبطال رجال لكن كان عقل واحد العشية كنا مخشين في الدروج ودنك ما كتسمع غير السكات وعينك ما كتقشع غير الليل كل شي كان مخلوع كل شي شد داخل وكل شي كيكون يا ربي غير تبدا لبطاي دابا حنايا كنا كنتسنى العدو هجم والعدو كان كيتسنى نحنا نهجمو ما حدنا كنتسنى واللي كيتجبد كيطوحل وخلع كتكتر اللي بان في سروالو بان واللي دارها في سروالو دارها واللي شداتو البكية واللي تفكر وليداتو واللي تفكر مرتو واللي جات الحماقية جاتو بدات كيهضر غير بوحدو واحد شوية وسط هداك السكوت كتحس بيها جاية دار عاوتاني دقاش علي دقاش اليوم غادي يوم لبيك بقى خويا جلوس هنا نجمع حوايجنا ونمشي في حالنا هي الاولى يلا لاباس لاباس عليك فين الخبره غبرتوا علينا خلي على الله وصافي الله توحشناكم احنا توحشناكم انا سلمتك ابو احمد انا سلمتك بشير الله يسلمكم قول لنا فين كنتوا كنت انا وابو احمد كنت رزقوا الله في جامع الفنا جاو شي خوت شدونا ودونا لدار العجازه ولا لا وريها لشي مسلم يا تمحنتو تمحنتو بزاف بهدي كيبيع الماء مسكين هذا الماء ايوا دابا راه دير كلشي دخلوا له من الروبينيات واش يسحب لك انا خدام مع المغاربه ومع من خدام مع واحد الالماني الماني كتعرف الالمانيه هو كيفهم في العربيه قول لي ابا هدي نعم واش بعدا عندك شي وليدات ايه شتي عندي عندي واحد مهندس في باريس والكبير عمده في هولندا والصغيره فيهم في الامريكان كيف تدير داك الشيء ديال البورصه وهادشي كله عندك واش جالس كدير هنا الكريرسه ما غادي نتفرق معها الا اختي الا وصلتني للقبر انا بنيتي واحد المعلقة الله يعطيك الصحة الصحة والراحة قولي يا بني شرقية ديريش مني قلت الصواب علاش ما ديريش واحدة مزية تبدأي تفيقي في الصباح بكري وتبيعي شي برمادية الحريرة ولا جوج مع البيض مسلوق
بو احمد عنده الصح، والله الا عنده الصح، عنده الصح. ايوا كنت غنديرها بو احمد، كنت درتها قبل ما نشد لا ليسونس. لا ليسونس؟ وي اون دووا فرونسي. اه لا ليسونس. سي البشير راه ما غنبداش نبكي ونشكي ونقول لك الظروف والعائله، انا راه بحالي بحال بزاف ديال البنات اللي جاوا لهاد المدينه باش يقراو ولقاو راسهم وحلات في هاد البيعه والشريا. لا لا رقيه، واش مده هادي وانت غتكمي شويه؟ علاش؟ لا غير بغيت نوريك واحد الكميه ديال واحد جوج ديال الناس، يعني جينيرال فرانكو وعباس بن فرناس. اه يا هي 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 غير هو جنرال فرانكو كان كيحيد الفيلتر، وعباس بن فرناس عمرو ما كما كاع. لا لا رقية إلا سمحتي لي، بما أنك قارئة وعندك ليسانس وعطاك الله العلم، علاش ما نديروش واحد المدرسة هنا نجمعوا فيها البنيات والوليدات ديال الحومة، وداك العلم اللي عطاك الله تعاونيهم به. بو أحمد عنده الصح، والله إلا عنده الصح. أنا غادي ندور على الكليان ديالي كلهم ونجمع الوليدات اللي باغيين يقراو ونجيبهم لك. الصبورة أنا اللي غادي نشريها، والله حتى نشريها، نشريها، علاش نشريها؟ والله حتى نشريها. وأنا والمجمر الكراسة على حسابنا. سي البشير، إيوا أنا وياك. أنت حل عينيك نعم أسيدي، شوف الناس أش بغات وراك غادي تلقاها، غادي تلقاها. معلوم. الله يجعلها تكون ديال الخير. لا لا. يا جاري 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 جاري. لا عندي تلفاز. قرو سلم عندها التلفازة. شوف لا قديمة هذه، أعطيها 50 درهم وباكية ماركيز. شوف غادي نعطيك باكية ماركيز و 20 درهم. أنا يلا بديت صافي معلم. معها تركك. إيوا لك ولا كانت خاسرة. طلع على رقبتي يا خدامة مزيان. شوف أنا ما نعطيك فلوس تنجربوها إن شاء الله. الله يحبك خدمو عندك الله يحفظك. بالي وزير شوف يلا. والله الا برنامج زين هذا. اجي عندي واحد الفكره. شنو هي الفكره سي بشير؟ شنو ندوزو في هذا البرنامج؟ يا واش غادي تقول لهم؟ غادي نقول لهم ولادنا لاحونا والخيريه ما كرمتناش، ايوا الزنقه هي اللي بقينا فيها الخير. وا سي بشير ها انتوما معنا دابا، ما خاصكم خير وحنا الحمد لله هما عائلتكم. بارك الله فيكم. انا لا ولكن راح نخصها نفضحوهم. واسي البشير تعازل قدامنا وحنا نجمعوك. يلا سيدي. بسم الله سيدي. يلا بسم الله. هذا بنت زيدي زيدي ابتسام. مدرسة تبارك الله. ها البنية ديالها. تبارك الله تبارك الله. اليوم غادي نتاكل الحلوة اللي طيبتها بنتي هبة بيديها. هاي هاي هي غتولي بحال شي مويشة. بنتي أنا تبارك الله غتولي فنانة. المعلمة اللي كتقرا عندها في المدرسة قالت لي كترسم شي رسوم من داك الشهر رفيع. واش تاش الحاج ملي كتعاود الحجايات؟ ويلي 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 ويلي. عاودي لهم الحبيبه ديالي شي قصه عاودي. غادي نعاود لكم القصه ديال واحد الراجل اللي عايش وحده في الغابه، هو مراته وباه. هاد مراته كانت زوينه، ولكن الحاجه اللي خايبه فيها هي ما كتحملش ليه باه. وهو كان زوين، ولكن الحاجه اللي خايبه فيه هو ما كيقدر يقول قدام مرته والو.
قالت لي الا بغيتي نبقاو عايشين بسعاده خاص باك ما يبقاش معانا. نص الصباح ودار با في السله وعز فوق دارو وصل بيه الجبل وبقى غادي 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 وعيا والطريق مازال بعيده. واحد الوقت قال لي باه زني اولدي هنا وسير في حالك. قال لي ما عندكش رجلين باش ترجع. قال لي حطني هنا ودي معك السله. قال لي باه عام عمرنا ما عاودت لك واحد السير. نتعشاو نجيب لكم العشاء. مرحبا بكم. بارك الله فيك. الحاج دار داركم. بارك الله فيك. شكرا وشكرا بارك الله. بابا نعم كمل لك القصه. كملت انت شو من بعد من بعد سير خونا الحاج. بسم الله يلا بسم الله. من بعد يكون فات الفوت. نوزا بابا نوزي سير عاوني ماماك. سير بابا خليتك. لا قبل ابو احمد شد 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 أنا سلمتك أنا نعمة جدي هنا البنان والفستاس والشكلاط والفريز. أنا نعمة جدي شي حاجة سبيسيال تهي بعشرة ريال وكان حاجة مليحة بدرهم. يوا شوف أسيدي اللي تعطيني شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا وانا غادي نمشي نترزق الله وانت ادعي معايا الله يجازيك بخير. هاي استنى انا سيدي ما كاينش يا ربي. هاي استنى بسم الله سيدي. اسمح لي بزاف اسمح لي بزاف. او لو غلاسي لا باني او لو غلاسي لا باني قولوا قالوا ما عمرني ما عاودت لك واحد السر. هذيك هي السلة اللي لحت فيها جدك. ا ب د س س د د ا اف خ بيان. يلا واحد فيكم اميمة لا خليك نقلبوا على سي البشير. يا سي البشير ساكن هنا. يا سي البشير سي البشير سي البشير. حاضر. أهلا سي البشير. لا 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 باس معك ناس التلفازة. مرحبا التلفازة ديالنا. مرحبا مرحبا. احنا جينا كما اتفقنا باش نصوروكم فين عايشين وكيفاش عايشين. مرحبا مرحبا تفضلوا تبعوني. با احمد. اهلا با احمد. مرحبا. هنا فين كان باتوا انا وبا احمد وكان خلصوا 10 دراهم الواحد لليله فوق هذا الكارتون هذا. هنا لا اول مره كنشارك الطعام انا وبا احمد في هذه القهوه ديال الدراوس. وهذه هي الشجيره فين كنرتاحوا انا وبا احمد ملي كنبغيو نتصنتوا لعظيمتنا. ديما تجيو هنا؟ هي لا في هذه الساحه فين كنترزقوا الله انا وبا احمد. دابا حنا سالينا هنا غدا نتصل بولادكم ومن بعد غدا نتصل بكم باش تجيو تصوروا معنا في الدار البيضاء. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم دابا. السلام. ايوا ان شاء الله. كيفاش دينا نعدو من الامانه ونكرمو بعضياتنا ونجمعو بعضياتنا. وعلى الله القيام صوبا الحمد لله. يولي هي مزيه هادي. والله يخلف على الناس ديال التلفازه. اشنو باقي درتو معاهم؟ وسيدي الاتفاقيه اللي درنا. هما غادي يحدوا واحد النهار اللي غادي يستدعونا ونمشيو نصوروا عندهم في التلفزيون. مزيان ما تنساوش تقولوا لهم الناس راهم محنا. انا راه ملي جيو
انا نعاود ليهم كل شيء ما نخبي والو. يلا سمعت يلا سيدي ياك لا كل كل بسم الله عبدو اشك الناس مين نجيب هاد الناس هاد الكشكين واش هذيك العائله دي هذيك عائلتك انت عائلتك ما قط ما قطعكش من واش داروا ليك باق براسو شاهد قال لك البرك معاكم ضياف النبي 3 ايام هما باركين عندنا 10 ايام الورا ديري الدار انا بحال الفندق اللي تهبط كطير ما كاين غير بنتك ما بقاش كتلقى راحتها هنا في الدار عبدو بدات كتكثر فيك الهضره ياك ما بغيتيني نجري على والديا لا شنو قلت لك جري عليهم انا قلت خاصك تهضري معاهم شويه بادب ولي مره جيت هو خدام وكيجي مسكين عيان كيبغي يرتاح وكنبغيو نرتاحوا مع بعضياتنا انا باغي نبرك معاك انا شويه قولي له بحال هكا شوفاه عندك يجيب لك الله انا غادي نفرط في والديا على قبلك سمعتي امي وبا اعز ما عندي ولا فكرتي في شي حاجه اخرى راه كتحلم شكبك ضحك فيا ما عرفش علاش داك النهار ما قدرتش نجاوبك كي جاوبتيني دابا ما سمعتش كلامك مشيت على با كتهضر كثر من السن ديالك تبارك الله عليك بابا ما يعرفش فين تيسكن باجتي انا عارفه فين كيسكن ولكن ما غنقولها لكش حتى نتلاقى بكم ومن بعد نمشيو جميع باش نصور اول لقاء مع باجتي واخا صافقين صافي دابا نقولها ليه يلا باي باي لكم سلامه باست لاباني او لو كلاسي باست مرحبا الوالدين اخويا هذا هو الفندق اللي كيسكن فيه با جدي با جدي با جدي با جدي مات با جدي با جدي با جدي با جدي با جدي بنشوف الواليد الواليد ما حشمتيش حتى مات عجيب اش تشوفو وملي اتصلت بك في التليفون وقلت لي خباك في غيبوبه قلت لي الا بقى فيك تكلف به تانيت نسيتي اسمع اسي هادو ما عائلتو هادو ما فاميلتو وهما عارفين اش خاص يدار انا عارف ما عطوني بنت فنو والله انا شفتيه وخطيح روح مسعود هادي بشي بحالته اش بغيتي ودك امك ودك يلا سيدي يلا
البطل ديالي. تمنيت نلقى لكم شي نهايه سعيده بحال في جميع القصص اللي كيعاودوا الناس، ولكن القصه ديالي ماشي خياليه، والبطل ديالي بطل ديال بصح. هادشي علاش غادي نخليها هكذا، باش تيمات بحال جميع الابطال الحقيقيين اللي تنساو.